رمضان حب الدنيا رخيصة. ايه. ها والحاكم يتولها بالنظام. والله دعم رمضان مليحة، سوق متحرك. هذا ما نقولوا لك، كيف عندنا جو، جو الجنوب ما تلقاش الساعة، وبالاخص المرازي. جزاها ب 400. ومبروك مبروك شعب المرزوق وشعب التونسي كل. وكل عام وانتم بخير يا اخوي. والله ما تغير شيء، كان التكالب بتاع العباد على القضية الأكثر من الأقل. أجواء دوس، أجواء رائعة، وديما هذا وديما فما جو في رمضان، وديما شيخين وديما لاباس. وثما لازم احتكر ياسر، معناها ثما بيع عبد الكريم لحوة محتكر، معناها أيوا وين هو عبد الكريم لحوة؟ معناها هو الإنسان احتكار، معناها احتكاري. انخفاض الأسعار، انخفاض الأسعار، أسعار غالية. إن شاء الله رمضان خير وهني. إن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله مبروك على كل تونسيين. رمضان 2014 إن شاء الله فيه تغيرات كبيرة ياسر، ونقول إن شاء الله مبروك على كل توانسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة مبروك عليكم رمضان، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله دوز ديما في خير إن شاء الله بحول الله، مدامنا ناسنا طيبة ومدامنا حول الله القلوب بيضة بحول الله لباس. ان شاء الله ربي يسترنا في الدارين ان شاء الله، واهم حاجه ان الواحد ربي يسترنا في الدنيا وفي الاخره، هو وستر الله. 2100 ها. مرحبا بكم في رمضان، ورباكم مبروك، وكل عام وانتم بخير. يا سيدي ان شاء الله رمضانكم مبروك، والعمل عليه ورب العمل عليه، وفي بيتني ولا غلا بلاش ورحي يا بنانا كبلاش اليوم. رمضانكم مبروك، وكل عام انتم بخير. ان شاء الله رمضان مبروك على الناس كل، وان شاء الله يا رب يجعل الناس على الاسلام. كل عام وانتم حيين بخير، رمضان 2014، وان شاء الله يا رب يجري القسم للناس كل، وان شاء الله من حسن لي احسن ان شاء الله. ان شاء الله كل عام حيين بخير، رمضانكم مبروك 2014. رمضانكم مبروك، كل عام انتم بخير ان شاء الله.